تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد بالقاهرة معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد الحرص على تعزيز أطر العلاقات الثنائية واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفيرة مملكة البحرين، سعادة سفيرة مملكة الدنمارك، سعادة سفير جمهورية كوريا، سعادة سفير جمهورية النمسا، سعادة سفير البوسنة والهرسك، سعادة سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة سفير مملكة هولندا، سعادة سفير جمهورية تركيا، سعادة سفير جمهورية لاتفيا، سعادة سفير جمهورية السنغال، سعادة سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سعادة سفير دولة قطر، سعادة سفيرة رومانيا، سعادة سفير جمهورية رواندا، سعادة سفيرة جمهورية بنغلاديش الشعبية، سعادة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة، سعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سعادة سفير الجمهورية اليمنية، سعادة سفير الجمهورية القرقيزية.